السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي يا ايمي وهنونة. النهاردة ان شاء الله بقى هنعمل مع بعض الفشار بدون نقطة زيت، من غير ولا نقطة زيت واحدة، علشان اصحاب الدايت طبعا ياكلوا الفشار براحتهم وهما بيتفرجوا كده على اي حاجة ويتسلوا. ان شاء الله الوصفة النهاردة تعجبكم. انا كنت عملت معاكم قبل كده وصفة الفشار بالكراميل، دي بقى وصفة تانية خالص، دي معمولة لبتوع الدايت يعني. وهنقول بسم الله ونشوف المكونات مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معانا هنا حوالي نص كوباية ذرة فشار، وهنا برضو حوالي نص كوباية ملح طعام، ملح عادي جدا، ده اللي هنستبدله مكان الزيت، وما تقلقوش خالص، الطريقة مضمونة ان شاء الله. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنسخن حلة كده على النار، تمام، وهنحط الملح بتاعنا كده، هنسيبه يسخن شوية كده على نار عالية. انا دلوقتي معلية النار اهو، نار عالية، هسيب الملح بتاعنا يسخن كده، بس هفضل اقلب فيه تقليب مستمر كده. انا عايزه الملح بتاعي يسخن جدا، هو كده زي ما انتم شايفين. خلاص الملح كده سخن معانا خالص، هنحط بقى دور الفشار بتاعنا. بس انا كده وطيت النار جدا، هوطي النار جدا، وكل ما الكميه تبقى قليله بتاعت دور الفشار كل ما الفشار بتاعنا يبقى احلى. هقلب كده، بصوا انا وطيت النار خالص اهي، اوطي شويه كمان تبقى نار هاديه جدا جدا، تمام اهو. هفضل اقلب بقى ايه، بس لازم اقلب تقليب مستمر على النار الهاديه مع الملح، وما تقلقوش طبعا، كلكم هتستغربوا تقولوا ايه كميه الملح ده اكيد الفشار هيطلع حادق جدا. الفشار عايزه اقول لكم ان هو اصلا هيطلع دلع، لانه مش هيشرب اي حاجه من الملح ده خالص، هيتفصل عن الملح تماما، فما تقلقوش خالص يعني. على ضمانتي اهو اهو، انا هفضل اقلب كده تقليب مستمر لحد ما اول واحده تفشر يعني معانا، او تبقى فشار اهو. انا كل ده عماله بقلب على نار هاديه في الملح بتاعي كده، المهم اهم حاجه ان النار تبقى ايه هاديه جدا اول ما بحط بس الفشار، لكن لما حطيت الملح عادي النار تبقى عاليه. لسه ما فيش ولا واحده بقى يعني عملت فشار معايا، وهفضل كده اقلب كويس قوي عشان ما يتحرقش معانا. اهو بصوا انا بقلب اهو، اول ما بدأ يفشر معايا اهو يعمل فشار، هبتدي بقى اغطي عليه اهو. بصوا عمل بدأ يطقطق اهو، وانا بقلب تقليب مستمر، هبتدي بقى ايه اغطي عليه كده، اغطي عليه. هعمل ايه بقى؟ طبعا انا مش هعرف اقلبه، كل شويه همسك الحله وارجها كده، كل شويه همسك الحله وارجها، هشيلها من على النار وارج فيها كده علشان ما يتحرقش معانا ويطقطق كله، تمام اهو. وبرده انا مهديه النار كده معانا، تمام.
بتحصل جوه اهو، كله عمال يطقطق. انا خايفه افتحها لكم. بصوا بصوا كله عمال يطقطق وهيخرج بره. بقعد اقلب كده كتير عشان خاطر ايه ما يتحرقش معانا، لحد ما ايه صوت الطقطقه ده كله يخلص. اقلب كده بقى من وقت للتاني، اشيل الحله واقلب. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. يعني اهو هستنى خالص لحد ما صوت الطقطقه يبطل خالص كده. طبعا ايه بهدل البوتاجاز اهو، حابب بهدل البوتاجاز. عايزه اقول لكم هو اصلا دلع، يعني ما تقلقوش خالص. اهو شايفين الفشار بتاعنا بسم الله ما شاء الله. اهو هنطلعه بقى كده، نحطه في طبق. هفضي بقى الفشار بتاعنا. شايفين بسم الله ما شاء الله الفشار حلو جدا، ما فيهوش نقطه زيت، يعني تاكلي منه بقى ايه براحتك كده خالص. هفضيه كده. انا عايزه اوريكم ان الملح في الاخر زي ما هو. بصوا بصوا شايفين ان الملح اهو زي ما هو خالص. هفضي بس الفشار كده كله واوريكم الملح في الاخر. اهو فضي خالص. شايفين الملح في الاخر ازاي؟ اهو الفشار مشربوش ولا حاجه كده. بصوا بصوا الملح بتاعنا اهو زي ما هو تمام. وعايزه اقول لكم ان الفشار اصلا، هدوق معاكم الفشار. عايزه اقول لكم ان الفشار دلع اصلا ماشي، بس هو كده احلى اللي بتوع الدايت، يعني ما يزودوش بقى ملح ولا حاجه. يعني هو كده احلى عشان ايه ياكلوا براحتهم خالص وما تقلقوش. واتمنى ان شاء الله ان الوصفه النهارده تكون عجبتكم، وهي وصفه سهله جدا يعني. واحنا كده قاعدين بقى بنتفرج على حاجه نقوم نعملها وما نقلقش خالص من موضوع الدايت ده تمام. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويا ريت تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب ليشوف قناتي اول مره. باي باي.